إذا مبروك المنتخب الإماراتي فوزه على المنتخب السوري 2-1، ولربما كانت هذه النتيجة المتوقعة بشار عبد الله في نهاية المطاف، لكن سوريا استطاعوا أن يغلصون وكانوا حتى مستواهم أفضل من الشوط الأول. صح، للأمانة ما يعني يمكن كنا متوقعين أن المنتخب الإماراتي يستمر ويحقق الفوز، لكن أنا شخصيا ما كنت أتوقع أن المنتخب السوري يعود بقوة في الشوط الثاني. كان يستحق التعادل، شفنا مباراة من شوطين، شوط الأول المنتخب الإماراتي، شوط الثاني المنتخب السوري قدر يرجع المباراة، وهذا يمكن شوي يعطينا انطباع عن شخصية المنتخب الإماراتي. نص ساعة كان بروحه بالملعب، شلون سمح للمنتخب السوري انه يرجع المباراة؟ هذه شغلات يعني اعتقد تميزنا احنا في دول الخليج او الدول العربية، انه ما في حتى في المباراة الوحدة الرتم تلقى يصعد وينزل، لانه قاعد نشوف اللقطات من الدقيقة الأولى خالد، من الثانية 20 او الثانية 30 المنتخب الإماراتي كان افضل، اضع فرص، سجل هدف، سجل هدف ثاني، بعدها سلم مباراه للمنتخب السوري. المنتخب السوري اعتقد حتى لاعبي المنتخب السوري الصف الثاني خلينا نقول ما كانوا متوقعين ان مباراه الشوط الثاني بتكون بهالسهوله لهم، لكن مثل ما قال يمكن عود سعود غانم ان علي خصيف كان نجم الشوط الثاني على الاقل، واستطاع انه ينقذ فريقه من تعادل وفوز مهم، فوز مهم جدا، لان هذه المجموعه بالذات فيها منتخب التونسي منتخب قوي جدا، من فريقين راح يلعبون ضد منتخب تونس، وايضا فيها منتخب موريتانيا اللي شفناه منتخب ضعيف، بالتالي الان تصعبت الامور على المنتخب السوري، يجب عليه ان يفوز على المنتخب التونسي. ففوز كبير وفوز مهم، يمكن المنتخب الاماراتي ما قدم مباراه كبيره باستثناء الساعه، لكن بالنهايه حقق ثلاث نقاط هذه في بداية المباريات مهمة جدا. يونس، يعني لو قلت لك أنا فوز الإمارات هل هي النتيجة العادلة 2-1 ولا التعادل؟ خالد، نتيجة عادلة، لأن المنتخب الإماراتي قدم شوط أول جيد، استغل الفرص اللي أتيحت له، بعكس المنتخب السوري اللي تكلمت بين الشوطين تراجعه كان مبالغ فيه، ترك وسط الملعب، ترك المساحات للمنتخب الإماراتي، خلى المنتخب الإماراتي يوصل يسجل هدفين. اعتقد المنتخب السوري ضيع 45 دقيقه من عمر المباراه بشكل مبالغ فيه، يعني ما كان له اي داعي او اي مبرر انه يرجع بالشكل هاي، وخاصه مثل ما تفضل بشار انه قدام اليوم مباراه موريتانيا مباريات 4 و6 نقاط لابد انك تاخذها لانه بتواجه المنتخب التونسي. في الشوط الثاني تغير شكل المنتخب السوري، بدا يضغط بشكل اعلى، منتخب الاماراتي واجه صعوبه في بناء الهجمه، قدر منتخب سوري يوصل يقلص الفارق، فرص اتيحت له في الدقائق الاخيره، لكن المباراه 90 دقيقه اذا ما تبدا المباراه بشكل صح فمش كل مباراه تخدمك ظروفها انك انت تقدر ترجع فيها. حسن ايوب، شو تقول عن المباراه؟ يعني الشوط الثاني سمح للمنتخب السوري، يعني انه الامارات اعطاه الفرصه انه يرجع حاول انه يعدل، ولا شك انه في دور للجهاز الفني والمدرب السوري انه عمل تعديل على انه وظف اللاعبين بشكل اطلق صراحهم لانه يتجرأوا يتقدموا، لانه هون كان في عامل جرأه عند اللاعبين السوريين، واثبت هذا الشيء انه قادرين بالجهد البدني اللي عملوه انه يمتلكوا لياقه بدنيه، واذا توظفوا بالشكل السليم بيقدروا يقدموا اداء صحيح واداء سليم، وقدروا انه يربكوا المنتخب الاماراتي بانتشاره اللي كان عم ينعمل عليه ضغط ويستخلصوا منه الكرة وهيك شكلوا الفرص، لأنه لازم نعطيه حقه للمنتخب السوري اللي حاول يعود بالمباراة وكان أنه قادر أنه يعود، رغم أنه بأواخر الشوط الثاني كان في فرصة بفرصة، وظهر علي مبخوت بأكثر من مرة اللي كان بمعظم الشوط الثاني غائب، لكن بأواخر الشوط أنه ظهر وأضاع المنتخب السوري فرصة من هون من شكل صورة على أنه كان المنتخب السوري ممكن يستحق نقطة كان بالمباراة، وكان قادر على انه بالشوط الثاني رغم افضليته انه افضليته مع بعض الاداء المتسرع انا برايي او بعض التمريرات اللي كانت تخطئ، لانه كان بده يوصل على مرمى المنتخب الاماراتي وانه كان قادر يسجل، لكن كمان علي خصيف كمان كان نجم للمباراه، والنتيجه اللي ارست عليها المباراه ممكن كان انه الامارات بيستحق هذا الثلاث نقاط. احنا اعطينا المنتخب السوري حقه لانه عطى جهد، عطى تغيير بالشكل عن الشوط الاول، قدم فوتبول افضل من الشوط الاول، ما كان مستسلم، برهن عن روح الجماعه بالشوط الثاني، وهذا كان مطلوب انه يبلش من الشوط الاول بتركيز عالي، باداء، في روح، في ركض، في لياقه بدنيه، يظهر قدراته
ما يخفل عن التفاصيل الصغيرة اللي هي الرقابة بمنطقة الجزاء، اللي هي التوقع عندما يخطئ زميلك، هول أمور اللاعبين المفترض أنه يكونوا يعرفوها بين بعض، يكون عامل الكيمياء بيناتهم موجود، التحرك الخاطئ، لاعب يعمل ترحيل يغطي، كل هيدي الأمور كان موجودة، ما كان برز هالأخطاء بالدفاع السوري، وخاصة أنه عم يلعبوا بخمس مدافعين بالشوط الأول، شفنا حالتين منهم على خط واحد، يعني خمس لاعبين على خط واحد انضربوا بتمريرتين. شكرا على اختصارك. شكرا. شكرا يسلمك. كابتن نزار، شو كنت عم تعمل مع المنتخب؟ هلا أول شيء نحن بنقول مبروك على الأداء الشوط الثاني. احنا قلنا الشوط الأول كان عم يلعب بخطين دفاعيين مبالغ فيهم، خمسة بأربعة تسعة بالخلف، وقلنا بين الشوطين إنه لازم يضغط على دفاع الإمارات لأنه دفاع بطيء، وهذا الشيء اللي نجح فيه الشوط الثاني. حتى نحن في المباراة في اللي لعبنا معهم كان هذا أسلوبنا في التصفيات كأس العالم، نضغط على دفاعهم، وكنا الأفضل في المباراة واللي تعادلنا فيها في عمان. إذن استطاع منتخبنا الشوط الثاني يضغط على دفاع الإمارات بطيء، واستطاع يسجل هدف كان ممكن يسجل التعادل المستحق أنا برأيي، بغض النظر عن المدرب الجديد أو قديم. المنتخب اليوم الشوط الثاني لعب مباراة كبيرة بصراحة، بيستحق التعادل أنا برأيي على أقل تقدير. إن شاء الله تكون دافع هذه المباراة للمباريات القادمة، تعطيهم أمل أنه ممكن بالتصميم والإرادة يحققوا شيء إن شاء الله. عمر، مبروك المنتخب الإمارات، فردك منتخب سوريا في كرة القدم يا خالد. يقول لك لازم أنت تكون مبادر، لازم يكون أنت فعلك ولا تنتظر ردة الفعل من المنتخب المقابل، وهذا ما حصل للمنتخب السوري في مباراة اليوم. مدرب المنتخب السوري انتظر ردة فعل وهذا ما حصل، لو من الشوط الأول كان يضغط على دفاع المنتخب الإماراتي وكان يضغط كذلك على وسط الملعب لكانت النتيجة اختلفت عما هي عليه، ولكن قد يكون المدرب جديد ولا يعرف إمكانيات اللاعبين، لذلك كان في تحفظ كثير من خلال هذه المباراة. المدرب بارفيك أعتقد أنه أدار المباراة بشكل جيد، ولكن أعتقد أنه تغيير واحد من خلال 90 دقيقة أعتقد أنه هذا شيء خطأ بالنسبة لمارفيك. كان هناك في تعب بدني وجهد كبير بذلوه خلال الشوط الأول والثاني اللاعبين، كان مفترض أنه يقوم أقل شيء بثلاثة تغييرات لتنشيط الوسط. خالد سلمان، مبروك للمنتخب الإماراتي وهاردك للمنتخب السوري، لكن بالأساس هل الفوز مستحق بالنسبة للمنتخب الإمارات؟ أنا من وجهة نظري نعم مستحق، لأن المباراة هي 90 دقيقة، ليست فقط في شوط أو نص ساعة من شوط بالنسبة للمنتخب السوري اللي أداه في الشوط الثاني. لكن الإمارات حتى بعد 90 دقيقة كان بإمكانه، لو الفرص اللي سنحت لمبخوت للتسجيل كانت فرص سهلة أن يسجل منها. يمكن الشيء الحلو للمنتخب السوري أنه عاد في الشوط الثاني قدر يقدم نص ساعة، لكن النتيجة نتيجة مستحقة أنا بالنسبة لي لمنتخب الإمارات. مبارك الإمارات ونقول هاردك المنتخب السوري. عمري، خالد مبارك للإمارات. استمتعت في المباراة؟ نعم استمتعت أنت؟ إيه والله، يعني حلوة المباراة وسط، يعني هذه فيها خالد ثلاث نقاط صح. أعتقد أن يعني الإمارات سعى لهذه الثلاث نقاط من بداية الشوط الأول وقدر يسجل هدفين، وأعتقد أن يعني رجوعه بالشوط الثاني وبدأ المنتخب السوري يحاول أنه يسجل، هذا الشيء الطبيعي، يعني أنك لازم أنا أكون جريء وأروح. وتكلمنا عن شلون بين الشوطين لازم يكون جريء فيها، ووصل وقام يضيع المنتخب السوري. أنا أعتقد أنه يعني المباراة 90 دقيقة خالد، يعني هذه شلون أفكر أفوز بهالثلاث نقاط، هذه تجمع فيها أربع منتخبات، وكل واحد يحاول أنه يوصل لأدوار الثمانية. فأنا أعتقد أنه قدر المنتخب الإمارات أنه يستحق بهذه النتيجة، ونقول له مبروك وهاردك حظ أوفر لسوريا. لو سمحت أستاذ خالد، أفضل أوقات المباراة في الشوط الثاني في 20 دقيقة اللي كان عبد العزيز العنبري يمشي برا، كان ما كان موجود في الاستوديو. افضل افضل كم التليفونات اخوي، كل واحد التليفون ظلام ولا تقدرون شحنته؟ اسمح لي الحين بضيف لك واحد ثاني، والاستاذ ماجد، افضل 20 دقيقة ما كانوا موجودين، بس نقلناها لهم بحيث ان احنا دقيقة من كم لكان؟ الدقيقة من بعد ال 45، يعني من ال 46 هناك خمس دقائق وقت اضافي، وبعدها طبعا اتكلم على بداية الشوط الثاني. ممتاز. تبي تتكلم عن في لقطة الدقيقة 66 و15 ثانية، لا تذكرها وشي اللقطة 66 ايه
و15 ثانية تقدر تذكرها. أنا ما أدري ما أدري شلون أنتوا تلفوناتكم، تلفون عبد العزيز العنبري الاثنين عندي هني ما سبتهم. لا واحد لا لا عندك واحد أنا هذا اللي عندي. أنا ما أدري الجماعة ترى المصداقية المصداقية بعملية التحليل عنصر مهم الصراحة. شكواك وشكوتك هذه رافعها للإدارة. أنا رافعها لأخوي عيسى الهتمي وليت يكون خصم الصراحة. خصم؟ خصمي؟ انا هلكت من الخصومات. هذا عنبري هلا هذا انت صح شوف صح قاعد يتكلم. هاي الدقيقه كم مايد على الابلكيشن هاي الحين على مايد خالد انا قاعد لك الحين مبارك حاجة مبارك للامارات فوز مستحق. اتفق مع خالد صح انه فوز مستحق عشان احيدك. اتفق مع خالد انه فوز مستحق في النهايه وشوط اول للامارات وشوط ثاني لسوريا. لكن ليش شوط ثاني لسوريا؟ اعتقد الملاحظات اللي ذكرها خاصه كابتن نزار ان الكتل الدفاعي ما له داعي، زياده العدديه في الدفاع ما لها داعي، زياده عدديه في الهجوم افضل. وفعلا هذا ما حصل، سجلوا 2-1 من بطء في الدفاع الاماراتي، تباعد الخطوط، ارتخاء، مع ان علي مبخوت اضاع فرصتين ثلاث فرص حقيقه كاد ان يعزز ايضا الفوز. لكن الان اعتقد بهذا الفوز الامارات قطعت شوط كبير للدور الثاني، لان المباراه القادمه عندهم موريتانيا، واعتقد ان موريتانيا اضعف فريق في هذه المجموعه حق الاضعف. طيب مشاهدينا الكرام نكتفي بهذا القدر من التحليل الفني.